عندي ذكرى كنت بعمل انا بحب الاستاذ يوسف شعبان جدا، يعني بالمناسبه احب اقول ان انا بحبه جدا ومن عشاقينه كجمهور وكانسانين، كنت بحبه جدا جدا وبيوحشني. ممكن اقعد افتح اتفرج على مسلسلات وافلام ليه، اقعد اتفرج على رأفت الهجان مثلا الجزء الاول عشان اقعد اتفرج عليه، كنت بحبه جدا. فكنت وانا صغيره فتى احلامي، مش فتى احلامي يعني بحبه كممثل او يعني بالنسبه لي بحب مختلف. فوانا صغيره كنت بعمل مسلسل اسمه السيره الهلاليه، فانا كنت بعمل دور شيحه بنته، فكنا بنصور وانا كنت عندي تقريبا 7 سنين او حاجه، وكان هو يقعد يقول لي انت ايه اللي خلاكي تمثلي، ايه اللي انت عاملاه في نفسك، ده حرام، ده عينيكي قافله عايزه تنامي. فكنا الساعه 4 الصبح ومفروض ان انا في المشهد هفتح باب اوضه واخرج في نص المشهد اخرج بره، فنمت. فقعدوا ينادوا عليا يا بنت يا بنت، ونزل في بدون مونتاج. ففتحوا الباب عليا، لقوني ايه نايمه على السرير بتاعي. فده كان موقف بالنسبه لي طريف جدا. في موقف ليه علاقه ان على طول لازم اول يوم تصوير ليا يحصل حاجه في العربيه، والله العظيم مش عارفه ليه، يعني لازم العجله تنام، اتوه، الموبايل يفصل، فالجي بي اس ما اعرفش اوصل، فاقعد اسال الناس في الشارع مش عارفه دي ايه. بس يعني مش عارفه يعني، او ممكن عشان ببقى انا مواعيدي مظبوطه، فببقى اول يوم لسه مش عارفه العنوان، فمستعجل عطلك الله بقى ولا ايه، فببقى حريصه اني اول يوم عايزه اوصل في ميعادي لاني مبقاش عارفه العنوان، فمن كتر القلق بيحصل حاجه. انت كنت على علاقه مصطفى الله يرحمه، مصطفى جدع جدا وكانت كل الناس بتحبه وانا كنت بعزه جدا. وانا في مهرجان المسرح كان من سنتين، كان جه كنت انا مديره المهرجان، هو جه اتبرع بجوائز لاحسن ممثل واحسن ممثله، وانا من ساعتها وانا وهو بقينا اصدقاء. احنا كده كده يعني كنا زمايل عزاز، بس من ساعتها واحنا بقينا اصدقاء. وانا بس يعني فكره ان انا فجاه لقيت في ثانيه الموضوع خلص، اتخطفت وانا كان قبليها بكام يوم متكلمين انا وهو بعت لي، فانا حسيت يعني بخطفه كده، انه يعني الناس يعني الطيبين بلا يعني مش هم بيمشوا يعني. فبس فانا بس كنت لسه يعني اليوم ده كنتش لسه مستوعبه، بس طبعا ده قضاء ربنا وكل حاجه، وانا بدعي له طول الوقت وعارفه ان هو في مكان احسن وعارفه ان هو استريح اكيد، لان الدنيا مزعجه يعني، الدنيا عامه الحقيقه مزعجه، وانا عارفه ان مصطفى هيبقى ليه مكان جميل جدا وكبير جدا عند ربنا، لان مصطفى كان خير 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 لدرجه غير طبيعيه ومعطاء وبيعمل خير كتير جدا، فانا عارفه ان هو في مكان كويس جدا عند ربنا. هو بس الفراق هو اللي بيبقى صعب علينا يعني.